مرحبا بكم في قناة مطبخ تلمسان. اليوم المطبخي تجبكم وصفة قديمة وفي نفس الوقت همية واقتصادية، وهي غريبية بالزيت، وانا اليوم عملتها غير بالزيت وتجي طرية وتذوب في الفوق. اذا خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. ولي تحضير هاد الغريبية بالزيت، اذا نحتاج الى 2 كيلات من الزيت، هنا اي كيلة اللي تكون عندنا في المنزل، كيلة مملوءة من السكرات اللي هو السكر غلاس نفس الكيلة، قرصة ملح، ملعقة صغيرة من الفاني، ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات، وبالطبع الى فرينة حسب الحاجة. اذا الحاجة الاولى نفدو مصفات. اذا نشوفو الكيلة راه عندي بومبي يعني معمرة تاع السكر غلاس، اذا نصفيو هاد السكر غلاس، نحلو لهذوك الكويرات. نزيدو حتى لافاني ولا لوفور، نضيفو اون بانسيت سال يعني قرصة ملح، نضيفو 2 كيلات تاع الزيت. اليوم ان شاء الله راني نعمل لكم غريبيه غير بالزيت، وفي الايام المقبله ان شاء الله نعمل لكم غريبيه بصح تكون خليط بين الزيت والزبده. اذا نزيد الكيله الثانيه، نخلط بين الزيت والسكر غلاس حتى يذوب معنا داك السكر غلاس غير بالملعقه، باش عاد نبداو نضيفو الفرينه. هنا الفرينة على حسب الحاجة، كاين الفرينة اللي تشرب وكاين الفرينة اللي ما تشربش، نخلطو مليح. كي نحلو السكر غلاس كويرات نحلوهم تساعدنا ما الخليط ديالنا ما يكونش كويرات. اذا الان نعملو الكيلة الاولى، نسيونا نقيسو باش اللي تشوفنا. ها هو نعملو الكيلة الاولى نفس الكيلة، ثانية، ثالثة، نخلطهم باش نطمو العجينة. هاد الغريبية ساهلة خفة توجد، يجيونا شي ضياف على غفلة ولا خفة توجد معنا ولا حتى لينا. هنا مازال مخصوصة الفرينة، إذا نزيدو الكيلة الرابعة، صايرة قريبة تنطم، نزيدو الكيلة الخامسة، ونبداو نضيفوها غير بشوية شوية. في هذه المرحلة نستعمل يدي، نزيد نصف الكمية بعد شوية طرية، نعجنها بهذه الطريقة. هنا العجينة ديالنا ما خصهاش تكون خفيفة باش ما تنحلناش بزاف الفرن، وما خصهاش تكون عندنا ثاني قاصحة. اذا نزيدها شويه، نبداو نضيفو غير بشويه بشويه باش ما نقصوهاش. نزيدها غير شويه فاكتفي، ها هو 5 كيلات ما كملتهمش. هذا هو القوام تاع العجين، شوف
اذا نمشي نجيب الصينيه ديالي عاود نشوفكم ان شاء الله. اذا في هذه المرحله قديت على الفرن ديالي على درجه 180 درجه مئويه باش يسخن، وبديت نشكل الحبات تاع الغريبيه. اذا البلاطو ديالنا وضعت فيه ورق الطهي. انا هنا راني شكلتها بهذا المول، راهم انواع واشكال في الاسواق. هذا المول تاع المعمول اللي يحبها بالطريقه التقليديه يعمل عليها كويرات. نحتاجو كذلك الى قرفة غبرة. هنا بالنسبة للكويرات اللي يحب يعمل الميزان يوزنهم على وزن 30 غرام، ولا تحب تكبر ولا تصغر، واللي ما عندوش الميزان يعمل العينو هي ميزانه. اذا الطريقة التقليدية، اذا نفدو الكويرة بين راحة الايادين ونستعملو هاد الزوج اصابع باش نكوروها بهذه الطريقة حتى تطلعنا بهاد الشكل. هذه الطريقة تقليدية اللي يحبها. واللي يحب يعمل بهذا الليمون تاع المعمول، اذا نفت هذاك الفين اليمونتير يعني كيس بلاستيكي، نوضعوه في هذا المول باش ما تلصقناش العجينه. نفدو الكره نطحيوها في هذا المول، نحاولوا نضغطوا عليها مليح بالايادي ديالنا باش ترفدنا غايه لغايه الشكل تاع المول. يعاود يزول معنا بكل سهوله هاوتي، ونوضعوها في البلاطو. نزيد لكم حبه واحده اخرى، هي دي كوروها مليح بين يدينا، نطحيوها في المول ونضغطوا عليها. انا ما عمرتش حتى الفوق المول، كما راكم تشوفوا خليت شويه فراخ تر هي تنحل شويه، بصح اللي يحبها كبيره بزاف يعمر بهذه الطريقه. اذا ندور ونحي هذاك البلاستيك، وهي دي الحب، نحطوها في البلاطو، نسبدوها ونزينوها بشويه تاع القرفه من الفوق. وهنا ندخلوها طيب من تحت، والغريبيه ما خصناش تحمر، طيب غير من تحت، وبصح اللون ديالها من الفوق يبقى ابيض. اذا انا نطيبها ونعاود نشوفكم ان شاء الله في طبق التقديم. الغريبية بالزيت، اذا انا خداتني بالضبط 15 دقيقه في الفرن تاعي، وكل واحد على حسب الفرن تاعو. خاصنا كي نطيبوا الغريبيه تبقى من الفوق بيضاء ومن تحت ترفد لنا لون ذهبي، ما خصناش نحمروها بزاف باش ما تجيناش يابسه. عدد الحبات انا لهذيك الكميه تاعي جاتني حوالي 30 حبه، وهنا بصح ترجع على حسب العبار اللي نفدوه. اذا نشوفوا الحبه كيفاش جات من الداخل، ها هو دي شو تتفتت، كما نعرفوا بلي الغريبيه دائما تتفتت معنا. اذا ها هو دي كيفاش جات من الداخل. نتمنى ان وصفه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها لعائلتكم. ان شاء الله نشوفكم فيديو اخر ان شاء الله. اللي يجي شابة ويجي لو تحبيض ومرتاح ذهبي في الفوق. إذا تبعوا معايا مقادير وطريقة التحضير.